المشاهدين، أهلا بكم جميعا إلى حلقة جديدة من برنامجكم فكر واربح. ألو؟ ألو؟ أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ يا هلا. اللقاء مفتوح؟ إيه نعم، اللقاء مفتوح. مرحبا بكم مرة أخرى وحلقة الليلة من كلام من التراث. إنزين إيش تقولوا؟ إيش تقولوا؟ إيش تغنوا كنتوا؟ وزياده. نحييكم من جامعة السلطان قابوس ومسابقات دور المعرفة. واليوم أعزائي المشاهدين ونحن نلتقي معكم في أولى حلقات برنامجكم سهرة الجمعة، لا نكون قد بدأنا في اكتشاف نبع أو قدمنا جديد. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا المساء. لماذا سمي البحر الميت بهذا الاسم؟ أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في لقاء آخر متجدد مع سهرة الأربعاء. أعزائي المشاهدين أصحابكم معنا وعلى مدار من الزمن مع لقاء جديد وموعد جديد وسهرة الأربعاء. عودة أعزائنا المشاهدين إلى مكالماتكم، وإذا كان عندنا مكالمة. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير وأنتم بصحة وسلامة ومبروك عليكم شهر رمضان. سلام من قلب محب لكم أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم. فعلا أتمنى لكم قضاء وقت ممتع مع برنامج مراحب.